بقول لك ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ قول يا اسطى، تيجي نصنع طياره ونلف بيها البلد دي كلها؟ يا ابن الايه، دي فكره حلوه قوي، بس هنعملها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ انت مش عندك اي فكره يا اسطى؟ والله يا اسطى مش عندي اي فكره. يا اسطى خلاص، انا عندي فكره حلوه قوي، هنصنع طياره. اجري روح جيب لي كيس بلاستيك كبير كده واربع عصيان بوز. اسطى عليك يا اسطى. ماشي ماشي حاضر. ايه، هيبقى عندنا طيارة كده ونلف بيها البلد دي كلها؟ قناص يا قناص يا قناص. ايه ده، انت جبتها؟ هات خد يا اسطى. اهو هات يا اسطى. ايه ده، انت ما جبتش ثلاث عصيان؟ ايه ده، ده نسيت، معلش والله هروح اجيبهم بسرعة. ماشي. اي الاتم تنسى على طول كده؟ الله، ده كتير جدا. ده ايه ده؟ ايوان دي كويسة جدا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ازاي دي بقى يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواد كان بيعلمني بيقول لي اعملها كده. ايوه دي وحشة كده. جبتهولك يا قناص، جبتهولك يا قناص اهو. الله ينور عليك يا صياد. بص كسرهولي ثلاث حتات. ماشي يا اسطى ماشي. ادي واحد، ادي اثنين، اثنين اهم، تلات. ماشي يا اسطى، تعالى لي بقى عشان ايه نحط الطياره ونبدا نظبطها ونعملها. اهم التلاته اهم. خد اول بوسه اهو. ماشي هات يا اسطى. بص اجري هات لي حبال. ماشي ماشي حاضر يا اسطى. يا رب. خيط خيط، عايز خيط خيط خيط. ده الله، ده كتير هينفعه. قناص يا قناص يا قناص. ايه يا صياد، جبت الخيوط؟ ايوه يا اسطى. هم يا اسطى هنصنع الطياره بصحتنا يعني. ماشي يلا اربط كده هنا. طب لحظه اهو، عشان احطهم كده كلهم كده هنا. استنى لحظه. بتتربط ازاي؟ مش عندك اي فكره؟ انا هربطها، انا مش عارف هعمل كده. هنجرب، هنجرب. ماشي ماشي. ونطلع من الناحيه الثانيه. ماشي ماشي يا اسطى. اربط يا اسطى. ايوه اربط كويس كده يا صياد. ايوه انا هربطه عشان ايه؟ ايوه ظبط كده عالي جدا، علشان عايزين تطير، عشان نلف بها البلد كلها يا اسطى. خلاص ماشي اهو. بص اهو، واحد ربطه وكمان ربطه ثانيه. الخيوط دي جامده جدا اصلا. يا اسطى يعني اي طياره بقى هتطير في السماء اهو. بس بقى يا اسطى انا بربطه ازاي؟ بص ايوه نربط كده. ايوه كويس، اربط من الناحيه دي. طب يلا كده، بس يا رب تكون كويسه ومش تتقطع واحنا بنطيرها. باذن الله يا اسطى هتبقى احسن طياره، وهنلف بيها البلد كلها. اول انا هركب فوقها. ماشي ماشي، وانا هركب تحتها. ماشي ومين هيسوبينا؟ هي هتطير وحدها. ايه ده يا عم، ده كل يا عم. خد يا عم اربط حته. مش هتربطها اصلا، هتبوظها. اخلص اخلص اما اجيب لها العصايه الثانيه عشان نحط العصايه الثانيه. بص كده اهو، تربط كده اهو، وبعدين كده اهو على طول. شوف انا شاطر. لا شاطر. شاطر ازاي؟ شاطر يا صياد. هربطها مرتين اهو. العود ده هيخش، هندخله من تحت ده ولا من فوق كده؟ صح. طيب خد اربط الناحيه دي بقى انت كده. كنت عم تعمل وتقول لي تعال نعمل طياره وانت اللي بتعرف تعمل. معلش انت طلعت ما بتعرفش تعمل حاجه خالص. معلش يا صياد. ايوه نعمل من عندك كده. اصل البلد كلها هتتكاد مننا كده، لاننا احنا الوحيدين في البلد كلها عندنا طياره وهم مش عندهم. ايوه امال ايه، اكيد هو في حد عنده طياره اليومين دول اصلا؟ بس ظبطها بقى عشان انا عايزها تطير فوق جدا ونشوف كل البيوت. ماشي يا اسطى. عيب عليك، ده انت معاك اقوى واحد بيصنع طيران حول العالم. ده انا اول واحد صنع طياره في العالم ده اصلا. الله، بجد حقيقه اول طياره طارت في العالم. انا مبسوط جدا، يعني هنسوقها براحتنا بقى، وانت عندك خبره في الطيران. ايوه طبعا يا اسطى، ده انا من 10 سنين بس كنت ببيع الطياره ب 50 جنيه اهو. كده انا خلصت رباط العود الثاني. يلا هات العود الثالث يا اسطى بسرعه عشان نخلصها. ماشي يا اسطى. تعالى بس ايه، نقعد في الحته الثانيه دي، اصل الحته دي مش عارف اقعد فيها، عشان نعرف نصنعها براحتنا كده. يلا ماشي يا اسطى. يلا يلا اهو يا اسطى. يلا تعالى. ماشي يا اسطى اهو، انا جبت الحبال. ماشي يا اسطى. بص انا كده كملت اخر حاجه. يلا بس احنا كده هننقصنا حاجه، مش عارف ايه هي. ناقصنا ايه؟ ناقصنا ايه؟ ناقصنا غرفه التحكم بتاعه الطياره. يا اسطى. طب بص بقول لك ايه، روح على حبل غسيل امك في الكهولنا وهاته. ماشي يا اسطى قشطه. الله، حبل الغسيل اهو، حبل الغسيل. ايه ده الغسيل؟ الله، ده طويل جدا. الله، طياره احلامي اخيرا. جبت يا قناص، جبت حبل الغسيل اهو. ماشي يا اسطى هاته. خده خده اهو. هات يا اسطى. يلا بقى خلاص، الطياره على هتطلع دلوقتي يا اسطى. خلاص بقى عندنا طياره، هنغزي العيال، هنغزي الواد كريم وكلهم. بص يا اسطى، ده بيتعمل كده وبيتعمل كده، ادي كده
ونروح جايبين رابطينه كده عشان يبقى معانا طياره طويله ونروح نلف بيها البلد كلها. يلا اخلص بسرعه بسرعه، انا متشوق جدا بسرعه. ماشي يا اسطى، اهدى يا اسطى، اهدى، دقيقه واحده بس خلاص اهو، دقيقه واحده وخلاص وهنلف البلد كلها، الناس كلها هتتكاد مننا يا اسطى. اخيرا يا اسطى خلصت. ايوه يلا يا اسطى شيلها ورايا عشان نروح نطيرها في الشارع. يلا بقى ونلف بيها البلد. يلا تقيله تقيله جدا. يلا بس يلا يلا يا صياد، يلا يلا الناس بالراحه، دي طايره فوق قوي، انا حقق الله، عايز اسوق. جمد يا صياد جمد عشان مش تقع يا صياد. الحقني الناس، كفايه كده، انا زهقت من الركوبه، تعال اركب انت وانا عايز اسوق في مركز القياده. مركب وانت ساكت اسوق؟ اقسم بالله انا خليك تركب معايا انا بسوق. لا ده انا ممكن اعمل لك مصيبه. طب انا حرمي نفسي اهو.